محافظة سوهاج واحدة من المحافظات اللي أهلها كانوا بيعانوا بشكل كبير من عدم وجود مياه للشرب نظيفة، ده على الرغم من إن الأهالي اللي بيعانوا دول القرى بتاعتهم كلها موجودة على النيل مباشرة، كمان ما كانش عندهم صرف صحي وكانوا بيستخدموا الرشحات اللي كانت بتسبب أمراض كتير جدا، ولأن في استراتيجية عامة من الدولة لتوفير حياة كريمة لكل مصري فتم إنشاء عدد كبير جدا من محطات المياه ومحطات الصرف الصحي اللي هنروح نزور بعضها ونشوف بتخدم قد إيه من أهلنا في سوهاج. احنا هنا في محطة سكسكة سطحية بمركز تما، المحطة دي بتغذي تقريبا مركز تما بكرة، المحطة دي بطاقة انتاجية 1000 لتر كل ثانية، بتخدم تقريبا 350,000 نسمة بتكلفة تقريبا 200 مليون جنيه. في أماكن كانت محرومة أصلا ما عندهاش مية، وفي أماكن كانت مصادر تانية مية كانت مثلا زي المياه الجوفية. طبعا في ناس طبعا بالنسبة للمياه الجوفية بيبقى فيها نسبة أملاح زيادة عن المياه المرشحة، فطبعا كانت في ناس كتيرة معترضة على المياه الجوفية. بقدر الإمكان حاولنا نوصل المية للناس اللي عندهم مية، بنوصلهم حسب الأولويات وحسب الاعتمادات. المحطة مصممة على 2000 لتر ثانية، المرحلة الأولى 1000 لتر ثانية، المرحلة الثانية هتكون 2000 لتر ثانية. احنا الحمد لله شغالين حاليا على المرحلة الأولى 1000 لتر ثانية. المحطة غطت مركز تما وساحل تما والزهراء، وتم التوسع لمجلس قروي سلمون، مجلس قروي مشتة، مجلس قروي المضمر. تعداد السكاني تقريبا لتما 550,000 نسمة، مغطيين أكثر من 350,000 نسمة أو 400,000 نسمة. موجودين في محطة صرف صحي بقرية سلمون، دي محطة رفع بتجمع المياه من المنازل، وبعد كده بتتم رفع المياه إلى محطة رفع رقم 2، دي محطة رفع فرعية، وبعد كده بيتم رفع المياه إلى محطة رقم 4، دي محطة رئيسية بترفع المياه إلى محطة المعالجة بالجبل الغربي. بيتم فيها عملية المعالجة للمياه، معالجة ثنائية يتم فيها التخلص من جميع المواد والبكتيريا الموجودة في المية، وبيتم بعد كده ري المزروعات اللي هي موجودة فيها الغابات الشجرية. المحطة دي دخلت الخدمة في مارس 2019 بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه مصري، بتخدم نطاق قرية سلمون. كانت المية الأول كانت مواسير مش كويسة، مواسير اسبستوس، فغيروا المواسير إلى مواسير بلاستيك نظيفة، فأصبحت المية نظيفة غير الأول. مياه كانت جوفية برضو عن طريق يعني مواتير ضخ، نظام حلة فوق خزن فيها المية. ما كانش فيه صرف صحي، كانت طبعا الصرف الصحي فيه أبيار داخل المنازل. كان لمؤاخذة العربيات الكاسح كانت ترمي في الترع وفي المشاريع وحول البيوت، وكانت تتأذى بها الجيران والناس والأطفال الصغيرة. المية مش كانتش حلوة، كان كله بيستخدم الفلاتر في البيوت وكده، والصرف كانت اللي بتملي البيوت كان بيخرب البيوت في الأرض، وكانوا بياخدوا الصرف يرموه في المشاريع. مركز تما التابع لمحافظة سوهاج بيتضمن 36 قرية، معظم القرى دي ما كانش عندها أي نوع من الخدمات، لا مية ولا صرف صحي ولا غيره، لكن دلوقتي بدأ معظم الناس يوصل لها مية نظيفة عشان تاكل وتشرب منها، وبدأ يبقى فيه شبكات صرف صحي، بمعنى أدق بقى فيه حياة، لدرجة إن كمان بدأ يوصل لهم الغاز الطبيعي، بكده يبقى الصعيد ما بقاش مهمل، خلاص بدأ يتطور والناس تعيش حياتها الطبيعية. محمد علي، الحكاية NBC مصر. كل حاجة في الصعيد بحبها، كل حاجة بتحصل في الصعيد بأيدها، كل شيء بيتطور في الصعيد أنا عايزه. هذه القطعة من الأرض في مصر كانت تعيش في غياهب الظلم والظلمات، الآن يعني تأخذ حقها العادل، يعني لا منا ولا منحة. دي محافظة أو محافظات زي أي محافظة تانية، فكل تطور وكل إنصاف يحدث للصعيد كلنا بننبسط منه، وآن الأوان أن يأخذ هذا الجزء الغالي من الوطن المصري حقه كاملا متكاملا.